لنقاش ملف الصراع السياسي في العراق وكذلك صراع الميليشيات على منصب رئيس الوزراء، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة اسطنبول تركيا الكاتب والباحث السياسي حسين السبعوي. أهلا بكم أستاذ حسين. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أستاذ حسين، في ظل هذه التسريبات المتكررة حول إعادة تدوير أسماء من الحكومات السابقة في الحكومة الجديدة، ما الجدوى من ثورة تشرين بعد كل هذه التضحيات التي قدمها المتظاهرون وهذه الأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى؟ يعني أولا ترشيح مصطفى الكاظمي هو ليس مرشح الثورة ولا مرشح ساحة الأحرار، وقد رفضوه، فإذا لا علاقة لهذا الموضوع، هو مرشح ما أقصده أستاذ حسين، الصراع على هذا الاسم وتشكيل الحكومة بإعادة تدوير نفس الأسماء في الحكومات السابقة، انعكاس ذلك على الثورة والثوار أيضا. لا، الثورة مستمرة، الثورة تطالب بشخصية وطنية تدير الشأن العراقي بعيد عن التدخل الخارجي، بعيد عن الطائفية، محاربا للفساد. مطالب الثورة شيء وترشيح الكاظمي شيء آخر. الترشيح الكاظمي ثبت جليا للشعب العراقي وللعالم أنه التخادم الأمريكي الإيراني على الساحة العراقية قائم، وما بينهما من خلاف ما هو إلا خلاف تكتيكي بعيد عن الخلافات الاستراتيجية والصراعات التي تهول منها بعض مؤسسات الإعلام، وكأنه هناك خلافا وصداما أمريكيا إيرانيا. كلا الوزارتين قد أيدت وباركت ترشيح مصطفى الكاظمي، إضافة لكتلة الفتح وبقية الكتل. اليوم علينا أن ندرك أن هناك مشكلة شيعية شيعية داخل الساحة العراقية. المشكلة هذه الشيعية الشيعية بدأت تكبر وتتوسع شيئا فشيئا. ما عاد كتلة سياسية تمثل المكون الشيعي، ولا عاد حزبا يمثل المكون الشيعي. الثورة غالبيتها من المكون الشيعي، والرافضين للكاظمي أيضا من بعضهم من المكون الشيعي، والمؤيدين المكون الشيعي. هذا يثبت أنه لا يوجد بيت اسمه البيت الشيعي يمثل المكون كاملا، وكذلك يجر أيضا على بقية المكونات. نعم أستاذ حسين، ما فرص نجاح الكاظمي في تشكيل حكومته في ظل هذه الصراعات؟ يعني أولا الكاظمي لديه فرصة أفضل من غيره، لأنه شرعية. علينا ندرك أولا شرعية الكاظمي من أين. إن كانت شرعيته من القوى الدولية ومن البرلمان، فأعتقد فرصته أكبر بكثير من سبقه من علاوي ومن الزرفي. لكن هل السيد الكاظمي يستطيع أن يفي بما قاله؟ أعتقد صعب جدا. نعم، هي العقبة الأولى تمرير الكابينة الوزارية، لكن ما بعد عقبات كؤود كبيرة جدا لا يستطيع الكاظمي أن يفي بها. فأعتقد كما قال علاوي سابقا بأنه وعد وعودا طويلة وعريضة، وبالتالي لم يستطع أن يمرر الكابينة الوزارية. أعتقد الكاظمي إن مرر الكابينة الوزارية بعسر، لكنه لن يستطع تمرير مشروعه أو تنفيذ ما تعهد به أمام الشعب العراقي. لأنه شرعية الكاظمي يقول أنه سيجعل السلاح بيد الدولة. يا سيدي، الدولة بيد أصحاب السلاح، وشرعيتك أن تكون رئيسا للوزراء من أصحاب السلاح هؤلاء، فمن أين تستطيع أن تضع السلاح بيد الدولة؟ هذا كلام بعيد عن الواقع. كانت كتلة سائرون تحدثت عن ترحيب إعلامي للكاظمي وستليه مرحلة من الصدام السياسي، ما مدى صحة ذلك؟ أنا أعتقد الصدام السياسي وقد يجوز ينتقل إلى الصدام المسلح داخل القوى الشيعية المتنازعة على الولاءات وعلى منصب رئيس الوزراء. هناك تنازع شيعي شيعي على منصب رئاسة الوزراء، ما زال حزب الدعوة يمني نفسه بالعودة لرئاسة الوزراء، هذا واحد. وهناك أيضا ولاءات خارج العراق، خارج الولاء الوطني لبعض المكونات الشيعية، الأحزاب الشيعية. لهذا السبب أعتقد الصدام وارد، وقد يجوز لم يكن صداما سياسيا بقدر ممكن أن ينتقل إلى الصدام المسلح. لكن كيف يمكن أستاذ حسين أن يكون منصب سياسي مدني في دولة مدنية ديمقراطية كما يدعون أن يكون له علاقة بأطراف مسلحة غير شرعية؟ نتحدث عن هذه الميليشيات التي تتحكم في من يكون في هذه المناصب السياسية، ويمكن أن ترتقي كما أشرتم إلى نزاع مسلح. لا، هو لا يوجد اليوم الدستور العراقي. الأكبر من اخترق الدستور العراقي هي المكونات الشيعية بتشكيلها لميليشيات وإشراك هذه الميليشيات بالعملية السياسية. هذه الميليشيات تتحكم اليوم بالقرار السياسي
والسياسي للدولة العراقية. اليوم ما عاد شيء اسمه دستور في العراق أمام هذا الميليشيات، وأمام خاصة كتلة الفتح تجاوزت على الدستور الذي كتبته وبصمت بأيديها عليه. للأسف حقيقة ما يجري اليوم بعيد عن جميع السياقات الدستورية والقانونية. لا يوجد شيء اسمه قانون، لا يوجد شيء اسمه دستور، بل لا يوجد مفهوم دولة لدى هؤلاء. هؤلاء لا يفهموا مفهوم الدولة. ما تملى عليهم من إيران يعكس على الساحة العراقية، ما يختلف في إيران يعكس على الساحة العراقية. تصوروا أنه في صراع ما بين الحرس الثوري والحكومة الإيرانية يعكس على العراق. هذه حالة غريبة لم يمر بها العراق عبر تاريخه. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي حسين السبعوي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.